انا حبا في التلفزيون دخلت الاثنين، دخلت المعهد ده والمعهد ده. تعاملت معه كممثل مبتدئ فتعلمت منه الكثير. لا يمكن الحديث عن تلفزيون السودان دون الحديث عن فاروق سليمان. السودان هنا ما في قسم بتاع مكياج، واقنعني عشان اجي ازور السودان. فالحقيقه انا يعني خلاص حصل لي انا نوع من الانفصام. اخيرا يا كرناف. تلعب الدراما التلفزيونيه دورا واضحا ومؤثرا في المجتمعات المعاصره. في السودان لم يحظ برنامج تلفزيوني بالمتابعة والاهتمام من قبل المشاهدين مثل ما حظيت الدراما، ولسنوات طويلة لم تذكر الدراما التلفزيونية السودانية إلا مقترنة باسم فاروق سليمان شيخ المخرجين. أنا فاروق سليمان حسن، مولود في أم درمان في شارع المسالمة. حي المسالمة من الأحياء التي ارتبطت عند السودانيين بمستوى فعال من التعايش الخلاق بين المسلمين والأقباط، وبمستويات أخرى من الإبداع الشعري والغنائي والفني. تعليمي في الكتاب كان في مدرسة المسالمة في أم درمان. الابتدائي يعني بتكلم بالطريقة القديمة، يعني النظام كان قديم، في كتاب وفي ابتدائي وفي ثانوي عالي. في الكتاب كنت في مدرسة المسالمة، في ابتدائي في مدرسة الأقباط أم درمان، الثانوي العالي كنت في مدرسة فاروق الملك فاروق الأول اللي هي بقت جامعة القاهرة الفرع دي، كان المدرسة الثانوية بتاعتنا احنا. بعدها انا من الثانوية لجامعة القاهرة الفرع قضيت سنتين في كلية الحقوق. كلية الحقوق دي الحقيقة يعني انا ما عندي رغبة فيها، لانه انا كنت تخصص علمي، يعني حاجة كده بدل ما اقعد ساكت. اخيرا عملوا رحلة لمصر وسوريا ولبنان ب 25 جنيه بالطيارات وفنادق وسياحة وبتاع، هناك ب 25 جنيه. أنا ذاتي كنت أحب الرحلات. المهم أنا كنت من أول المشتركين، مشينا مصر. في مصر التلفزيون لسه ما بدأ، الكلام ده كان سنة 60 59 60. التلفزيون في مصر ما بدأ لسه. بعدين كانوا عاملين زي كلوز سيركت تلفزيونات في الميادين العامة، يعني قبل ما يبدا التلفزيون، عشان المصريين ذاته يعرفوا في حاجة اسمها تلفزيون. فكان في أجهزة في الميادين العامة بيعرضوا فيها الأفلام القديمة بتاعت أنور وجدي وشادية وعبد الحليم والجماعة دي. طبعا الحكاية دي طالما هي أصلا مجانا، الأسر كلها المصرية كانت بيجتمع كلها بأطفالها وبتاع، هنا يقعدوا عايدوا للتلفزيون ده، ينتهي فيلم يخش الفيلم اللي بعده، ينتهي فيلم يخش الفيلم اللي بعده. أنا الحقيقة شفت الحكاية دي، والحقيقة ذهلت لما شفت حاجة زي الراديو كده فيها صورة وصوت. حصل لي نوع كده من التغيير، بقيت أتفرج زي المصريين. واحد مشينا سوريا، في سوريا قعدنا أسبوع، التلفزيون كان بالألوان. في مصر هناك كان أبيض وأسود، في سوريا التلفزيون بالألوان. لكن للأسف الشديد يعني البرامج السورية في الوقت ذاك كانت تعبانة جدا جدا، كانت باللهجة السورية واللبس بتاع العرب والخيم والبتاع والحياة دي، يعني ما كانت ظريفة كده. ما كنت مهتم بكثير بقدر ما ان انا كنت مهتم بالتلفزيون ذاته وبالالوان.
طفولة التراب. الروح الروح ما بتندسم تحت التراب يا محمد. تسري سمية سمية. مشينا بيروت. في بيروت كان التلفزيون برضو بالألوان، لكن حاجة راقية جدا، وأفلام مسلسلات رهيبة وبرامج سمحة وخفيفة الظل كده، لأنه بيروت بلد سياحية. فالحقيقة أنا يعني خلاص حصل لي أنا نوع من الانفصام، خلاص مخي اتلخبط. قلت أنا لازم أصل نهاية الموضوع ده. رجعنا مصر. اليوم رجعنا فيه مصر طوالي، أنا مشيت مسفيرو اللي هو التلفزيون المصري لسه كان بيبنوا فيه، لسه حتى شيد العمال شغالين والبتاع وكده. وقابلت بتوع الاستقبال، قلت لهم أنا دار أقابل المدير بتاع التلفزيون. داروا لي شنو؟ قلت لهم والله دار في التلفزيون. قالوا لي الزول الواقف ده هو المدير بتاع التلفزيون. كان واحد اسمه صلاح عامر، ده أول مدير للتلفزيون المصري. مشيت لي قلت له يا اخي انا من السودان، حقيقي الراجل رحب بي جدا، انتوا حبايبنا وانتوا اهلنا وبتاع هناك، في شنو؟ قلت له انا اتدرب في التلفزيون. قام قال لي جدا ما في مانع، لكن زي ما انت شايف احنا تحت تشييد، لكن حنبتدي بعد شهر تقريبا. الحاجه المهمه انك تجيب لنا جواب من السفاره السودانيه عشان نضمك في المعهد بتاع التلفزيون. الملحق الثقافي في الوقت ده كان اسمه التجاني علي. قال لي الموضوع شنو؟ قلت له والله يا اخي انا دار انضم للتلفزيون عشان اتعلم تلفزيون. و قال لي جيب لنا جواب من السفاره. قال لي ليه هو السودان هيعمل تلفزيون؟ قلت لهم اي. انا طبعا قلت كده يعني، والسودان لسه يعني ما كان عنده فكره انه يعمل تلفزيون، لكن قلت بحبا ان انا لازم اخش التلفزيون، لازم اخش التلفزيون. فقال لي كويس والله. ها اكتب لي جواب، كتبت لي جواب، كتبوه ختمه مضى عليه واداني له. وديته التلفزيون، قال لي خلاص تجيني بعد شهر. رجعنا السودان تبع الجامعه، قعدت اسبوع، قعدت كده مقلل طوالي. بعد اسبوع رحت راجع مصري ثاني. بعد ما تم الشهر رحت ماشي التلفزيون. كان الكورس بتاع هندسه، يعني المهندسين اللي بيصينوا التلفزيون ويصلحوا الاجهزه والبتاع والحاجات دي. المهم انا دخلت الكورس ده، والكورس ده مدته سنتين. في نص الكورس ده عملوا كورس ثاني للمخرجين، المخرجين اللي خاصين بالتلفزيون المصري. انا حبا في التلفزيون دخلت الاثنين، دخلت المعهد ده والمعهد ده، ده مع الصباح وده في المساء. انتهينا من كورس الهندسه واستمرينا في كورس المخرجين. في كورس المخرجين انا طلعت الاول بامتياز في كورس المخرجين، وعشان انا طلعت الاول بامتياز المصريين عينوني في التلفزيون كمتعاون. دفعتي انا كانت في الوقت ذاك حاجه اسمها ابراهيم الشغنغيري، حاجه اسمها يحيى العلمي، وفتحي عبد الستار، ديل كانوا المخرجين اللي كانوا معايا اللي هم شغالين اليوم. الله يرحمه يحيى العلمي، ده توفى.
مما لا شك فيه أن المتلقي السوداني كجزء من الوطن العربي أصبح عرضة لمشاهدة طويلة ومتصلة للدراما المصرية، سواء في الأفلام التي كانت تعرض في دور السينما أو حديثا عبر التلفاز، مما شكل لديه القدرة على فهم الدراما ومعرفة كيفية تأثيرها على المتلقي. في 63 السودان جاب تلفزيون. قام جاء وزير الإعلام السوداني واحد اسمه محمد نصر عثمان، معاه العقيدة التاج حمد، كان مسؤول من الإذاعة والتلفزيون والمسرح. جوا الاثنين عشان يعرفوا التلفزيون محتاج لشنو من الكوادر. فأثناء ما هم لفين في المحطة قالوا لهم احنا ما عندنا سوداني هنا جاهز ما تاخذوه. انا كنت بخرج في برنامج الاطفال في الوقت ده. طلعوا لي في الاستوديو تاج حمد من المثالمة، يعني انا بعرفه حق المعرفه. اول ما شفته وقفت على حيلي قال لي سلم على الوزير. سلمت على الوزير قال لي انت شغال شنو هنا؟ قلت له انا شغال مخرج. جاهز يعني؟ قال لي قلت انا بخرج في برنامج الاطفال. ليه السودان عمل تلفزيون؟ قال لي اي تلفزيون حتى جاهز. وطلع الكرت بتاعه دايلي قال لي تمشي تقابل واحد اسمه تولعيد في وزارة الثقافة والإعلام. قعدت على الحقيقة يعني بقيت ما بنوم الليل، برجع من التلفزيون زي الساعة 10-11 بالليل، أقعد أفتح أسمع أم كلثوم يمكن للصباح، وما جايني نوم. يا ربي أرجع ما أرجع، أرجع ما أرجع، يعني قعدت في حالة نفسية بطالة خلاص. في 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 مرات يراودني الخاطر إن أنا أرجع واستلم لي منصب كويس في السودان، لأنه السودان لسه جديد. مرات تاني أقول لي ود لا خليك هنا، أنت طالما عايش كويس هنا مبسوط ما في داعي ترجع السودان. يعني كنت في حالة نفسية ما كويسة. من تحت شوية. أيوة جاي. شيل ده أيوة قدام شوية. أيوة. شوية أيوة. شيل من تحت. قدام شوية. أيوة. شيل ده هنا. جيبه جاي. كثيرة دي حتة دي هاي شيلها من تحت. القبر ده فاضي يا جنابه. مشيت السودان الصباح، مشيت الوزارة، قدمت الكرت اللي متولعيد كتب كرت قال لي ودي لمدير مراقبة التلفزيون. كان في الوقت ذاك في مراقب ما في مدير اسمه عبد الرحمن حمات. الحقيقة أول ما دخلت التلفزيون ما كان فيه استقبال، ما في ذول بيستقبلك. التلفزيون الحالي حتى موجودة، محل الريسبشن الموجود هسه ذا كان فيه شوية كراسي بتاعت بلاستيك كده وبتاع وهذا، قاعد فيهم واحد بريدة وقميص، حقول لك اسمه بعد شوية، هو منه الظاهر إنه طالب. صباح الخير. مكتب المدير وين؟ قال لي الأوضة جنبك دي. الأوضة كانت فاتحة. قابلت المراقب، كان قاعد معاه متوكل كمال
وحمدي بولات. وين شهاداتك؟ اديته شهاداتي، واحدة بتاعت الهندسة وواحدة بتاعت الإخراج. الكلام ده أول 64، أول 64. متوكل قال لي اديني شهادة الإخراج دي، أنا بلففه على المحطة. مشيت معاه الاستوديوهات طبعا القديمة، ما هي الموجودة هسه، اللي هي عبارة عن مكاتب بتاعت الفندق، أوض بتاعت الفندق، فندق النيل اللي هو فيه التلفزيون هسه ده كان اسمه فندق النيل. والحقيقة يعني في الوقت ذاك الفندق كان شغال والتلفزيون شغال. انت للأسف يعني ما بتشعر انك داخل التلفزيون، تشعر زي الـ يعني ريحة الأكل والحاجات دي كلها موجودة كانت. المهم انه لفيت مع متوكل قال لي يا أخي ده الاستوديو الكبير. والاستوديو الكبير عبارة عن شنو؟ عن عبارة عن ثلاثة أوض كده مكثرينه ومع بعض. طبعا ما في ديكور ما في أي حاجة. قال لي ده الاستوديو الكبير بتاعنا، والثقف بتاع الفندق طبعا قصير، والإضاءة مركزة يعني الواحد ما بيقدر يقف فيها ولا دقيقة، ما عندهم فنيين بتاعت إضاءة. الكشافات كلها الموجودة عبارة عن 2 كيلو. فقلت له ده الاستوديو، قال لي يا في آخر مرة رأيتك فيها كانت نظراتك حزينة زابدة فيها هروب وانكسار، ولم أجد فيهما بريق الأمل والأمان الذي كنت أراه فيهما، فيبعث في نفسي الإطمئنان والراحة. فما بالك يا عزيزي العزيزة، ماذا حدث؟ أفي ديني وبسرعة. عباس. كاميرات كانت عبارة عن بتلف بالمنافلة، عندها 5 عدسات تلف العدسات بالمنافلة، من الجنرال للميديوم للكلوز للفيربيك كلوز الحياة دي. قلت له يا أخي الكاميرات دي قديمة، قال لي والله دي اللي عندنا. وبعدين يا أخي الكشافات دي أنت شغال شنو؟ قال لي أنا شغال مذيع. قلت أنت بتقف تحت الكشافات دي؟ قال لي يا أخي والله بتطلع عيننا. قلت له ما لازم يا أخي، الكشافات دي حارة جدا جدا وما بتقدر تقف قدامها ولا دقيقتين. قال لي والله ده الوضع اللي عندنا. فهو شعر بأنه أنا فاهم الشغلانة. طلعنا من هناك دخلني له استوديو صغير، قال لي ده الاستوديو الصغير اللي بنطلع منه الأخبار والمذيع ولا المذيعة بتاع التلفزيون بتعمل ربط للبرامج. قلت له ما في ديكور ما في، على الحيطة ساكت. قال لي ديكور شنو؟ ما عندنا حاجة ديكور ولا بتاع. فالحقيقة قلت له كويس. لا يمكن أن تتحدث عن التلفزيون في السودان أو عن الإخراج أو عن الدراما التلفزيونية السودانية دون أن تتناول في البداية فاروق سليمان. فاروق سليمان واحد من الناس اللي أسسوا الإخراج التلفزيوني في السودان في عند حوالي منتصف الستينات من القرن الماضي. فاروق سليمان اشتغل الإخراج، إخراج كل أشكال البرامج في البداية، لكن فاروق تناول الدراما وعمل على تطويرها. فاروق سليمان لما جاء كان كل الناس العاملين في الدراما جايين من المسرح، يعني كان في حسن عبد المجيد وجاي من المسرح، أحمد عاطف وجاي من المسرح، والفاضل سعيد وجاي من المسرح، ومعهم مجموعة الممثلين بتاعين المسرح أو الإذاعة. بالتالي فاروق هو اللي كان عنده معرفة بالتلفزيون أو وبالتالي تكاملت معرفته هو
بالإخراج التلفزيوني مع المعرفة الدرامية اللي عند الرواد الموجودين ديل، وعملت البذرة الأولى لتأسيس الدراما التلفزيونية في السودان. المهم إنه يعني اللي حصل في الوقت ده إنه أدوهم الشهادة تحتي، كل واحد قراه وما عارف شيء سوى شو. وأخيرا حسن أحمد عبد الرحمن ده قال لهم الدينانة بختبره، و تفضل يا باشمهندس اقعد. قعدت عندهم في الأوضة بتاعتهم، أوضة صغيرة خاتين فيها تلفزيونات جروندينج، جابلنا الألمان معاهم جديدة يعني. مشى فك له ترانزستور من واحد من التلفزيونات، الترانزستور ده لما تقطعه بيقطع صورة وصوت، شايله في يده. جاني قال لي يا باشمهندس تعال شوف التلفزيون ده. وجدا مشيت انا خطيت الفيشه ولعته، ما في لا صوره ولا صوت. انا الحقيقه هناك المهندس في مصر يعني الاعطال الفنيه دي مشربين لها المصريين شراب، اي 500 عطل، لا صوره ولا صوت، يبقى يا كده يا كده يا كده. بارزت الدائره لقيت الترانزستور ده ما في، اتذكر رقم 32. قلت له اخذ ترانزستور ده هنا ما في، ده بيقطع صوره وصوت. قال لي ده؟ قلت له اجيبه. تش تش ولعت التلفزيون اشتغل. مشى للمراقب قال لي يا اخي ده احنا محتاجين له. المراقب ثاني قال لي يعني انت داير شنو؟ قلت له يا اخي انا الهندسه دي ما شغال بيها لان دي لي نفسي ساكت، لكن انا جاي عشان اللي خرج. قال لي خلاص من بكره تجي تباشر العمل معانا. معرفتي الأولى بالأخ المخرج العظيم فاروق سليمان كانت بتلفزيون جمهورية مصر العربية. عندما التقيت به كان في دورة تدريبية بتلقى فنون الإخراج، وكان يعمل كمساعد مخرج مع المخرجين فاروق الدمرداش، إبراهيم الشنقيري، إبراهيم الصحن وغيرهم. فتعرفت عليه، هو اللي أخبرني أن التلفزيون السودان هنا ما فيه قسم بتاع مكياج، وأقنعني عشان أجي أزور السودان. وفعلاً تمت لي ان انا زرت السودان، وجيت عملنا انشانا قسم المكياج بتلفزيون جمهوريه السودان، واستمريت للان يعني متعاونه في جمهوريه السودان. قابلت المراقب بتاع التلفزيون قلت له يا اخي الموضوع ده انا بعمله براي من القران للقران. قال لي بتخرج الحكايه دي كلها براي؟ قلت له بعملها براي. احنا ما نحاول نعمل برامج برانا محلية هنا، بدل ما تجي من الوزارة جاهزة نعمل برامج محلية، نعمل لغاءات، نعمل برامج منوعات، نعمل كده، نعمل برامج درامية. قال لي براك تعمل الحكاية دي؟ قلت له هي كلها بخرية لك براي، وكلها على الهواء، أي حاجة بتطلع على التلفزيون ده كانت على الهواء. المهم إنه اجتمع بالجماعة ديل، وكل واحد ابتدى يفكر انه يعمل له برنامج برا. قام اتذكر انه محمد خوجري صالحين عمل برنامج اسمه مجله التلفزيون، عباره عن منوعات يعني. الاخبار كان بيقراها هم بالتناوب، مره حمدي بولاد، مره احمد سليمان دول البيت، مره متوكل كمال، مرة محمد خوجري صالحين كده يعني. بعدين ما حمدي بولاد فكر انه يعمل سهرة في التلفزيون، السهرة اسمها تحت الأضواء، وتحت الأضواء على الهواء زمان ساعتين على الهواء. أخونا حمدي بدر الدين برضو عمل سهرة اسمها بانوراما، يعني حاجة شبه سياسية. ما في سبب يخليني أرجع في كلامي. يا هو ادى عمها وأنا اديت المرحومة أبوه كلمة. تاني ما في شي غير العريس. طب منصور هوي، ما تتعلق ذنب البنية وترميها رمية زي دي. أقول شنو يا بخيتي؟ الناس يقولوا علي شنو ما عنده كلمة. تقول ما حصلت قسمة ولا حصل نصيب، وطيفور ذاته
ما هو الرجل ترمي له بنتك الفريد وحيدة وهي ما دايراه العين الزبل غصب يعني ولا شنو؟ أنا أسوي شنو يا بخيتي؟ أسوي شنو على ناس؟ المكياج كان في الوقت ذاك كان بيعملوا سليمان داود الأستاذ سليمان داود يعني هو مكياج كده على خفيف. قلت له أنا عندنا واحدة هناك سودانية في التلفزيون المصري أنا ممكن أرسل لها أجيبها اسمها الأستاذة عايدة محمد علي. قال لي أرسل لي أرسلت لها جات مسكت قسم المكياج. فكان أي واحد بيظهر في التلفزيون سواء كان مذيع أو مغني أو أي حاجة لازم يمر بقسم المكياج ده في الأول. دي تعليمات المدير كده. شكل فاروق سليمان لوحده تجربة درامية تلفزيونية متميزة علقت بأذهان المشاهدين، وتحولت مسلسلاته بعد عرضها لظواهر تستحق المناقشة. وخير مثال لذلك مسلسل الدهباية الذي امتد أثره على المتلقي حتى أطلق اسمه على بعض الملابس والنقوش. البرنامج الدرامي الأول اللي بدأنا به فعلا الدراما في التلفزيون السوداني برنامج اسمه أسرة المجتمع بيعمل أستاذ حلم إبراهيم زمن ساعة بيقدم فيه تمثيلتين نص ساعة نص ساعة. التمثيلية الأولانية بيقدمها الأستاذ الفاضل سعيد حاجة ثابتة يعني. النص ساعة الثانية كان بيتناوب فيها الأستاذ حسن عبد المجيد والأستاذ أحمد عاطف تمثيلية بتاعت 25 دقيقة على الهواء من غير ديكور من غير أي حاجة. الديكور والإكسسوار الموجود كنا بنجيبه من بيوتنا. الأستاذ فاروق سليمان هو أستاذ هو مخرج مبدع ومتمكن من الإخراج وبيهتم بالتفاصيل وبيهتم بالفنيات، ودي واحدة من العوامل الأساسية في نجاح أعماله عامة يعني. فاهتمامه بالمكياج واهتمامه بعناصر الفنيات من مكياج والأزياء على وجه الخصوص يعني كان بيختار في كل المسرحيات أو الأعمال المسلسلات التلفزيونية بيختار أقرب الأشياء للشخصيات اللي هو عايز يعبر بها. بتكون في معظم الأحيان العمل متكامل وناجح يعني، وحتى هو جريء في اختياره حتى للمسلسلات التاريخية اللي هي يعني ما كل المخرجين بيتناولوا العمل التاريخي لأنه عمل معقد وعمل صعب وبيتطلب من المخرج معلومات دقيقة جدا وتنفيذ دقيق، لكن هو نجح في هذه الأعمال وتنوع في الأزياء من أزياء تاريخية اختياره لشخصيات تاريخية وأزياء سودانية. كل الأعمال هو بيهتم باهتمام كبير جدا وده كان له أثر كبير في 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 تميزه. الدراما بعد سنة تغير البرنامج وتفكى بقى الفاضل سعيد يقدم برا، حسن عبد المجيد يقدم برا، أحمد عاطف يقدم برا، كل واحد يقدم تمثيلية منفصلة عن الثاني. التمثيلية بدل ما كانت 25 دقيقة بقت تبقى ساعة. في تمثيليات استمرت ساعة يعني. أتذكر أنا كان في الحب الكبير زمان ساعة وعلى الهوى. فالأستاذ فاروق سليمان تقريبا يعتبر واحد من المخرجين في السودان القلائل أخرجوا كم هائل من الأعمال الدرامية منذ أن كان التلفزيون على الهواء. أخرج رمضانيات، أخرج أعمال لكبار المؤلفين أمثال أمين محمد أحمد عمر الحميدي، واستطاع أنه فاروق سليمان يخرج التمثيلية والفيلم والمسلسل، والمسلسل 7 حلقات ومسلسل 15 حلقة ومسلسل 30 حلقة، المال والحب، سكة الخطر، ودت الليل،
اللواء الأبيض، الدهباية، تنوع في الاختيار. فمعروف عنه إنه كان دائما بزعى خلف المؤلف ويزعى ما وراء المؤلف، بأنه أحيانا يكون بيسمع في الإذاعة يختار عمل ويبقى عمل تلفزيوني، ودي ميزة كانت خاصة بالأستاذ فاروق سليمان. والأستاذ فاروق سليمان إذا نحن حاولنا نحدد له منهج أو أسلوب، يعتبر واحد من المخرجين الواقعيين. إحنا لما بدأت المسلسلات بتاعتنا يعني بدينا بست حلقات. طبعاً إحنا ما أحسن من المصريين ولا حاجة، لكن جات بالصدفة كده يعني. المصريين كانوا خمسة، إحنا بدينا بستة بمسلسل اسمه المرابي. المرابي من تأليف حسن عبد المجيد وإخراج فاروق سليمان. الممثلين في الوقت ده كان يعني خديجة ناصر، سليمان حسين. سليمان حسين ده اللي هو جحا في برنامج الأطفال الله يرحمه يعني، وحسن عبد المجيد وحسن لوفو وكمية من الممثلين. فاروق من الأشياء اللي ميزته إنه لما انت تتكلم عن أول وأول وأول في الدراما التلفزيونية بتلقى فاروق فيه. يعني هو من أوائل الناس اللي عملوا مسلسلات طويلة، إذا كانت في الأول كانت حلقتين ولا ثلاثة ولا سباعية كده، فاروق وصل 13 حلقة، ودي معناها دائرة يعني خبرة وقدرة بتاعت شغل بتاع التلفزيون كبيرة. عشان كده لما اتكاملت الخبرة بتاعت فاروق مع الخبرة بتاعت المسرح بتاعت الجماعة ديل، اللي هي قامت غطت على النقص اللي كان موجود عندنا والذي ما يزال حتى الآن، اللي هو عدم دخول ناس السينما في الدراما التلفزيونية في السودان. اتغطت بمعرفة فاروق للتلفزيون ومعرفة ديل للدراما عموما. نضيف لفاروق أيضا إنه طبعا بحكم إنه هو كان رايد في المجال ده، وبالتالي استطاع أن يتقلد وظائف إدارية جوا التلفزيون، وبالتالي أفاد بها الدراما. يعني في مرحلة متقدمة شوية أصبح فاروق المسؤول من الدراما، بعد شوية مدير الإنتاج كده. يعني ديل ذاتهم أفاد بهم الدراما. إحنا بدينا بالسبع حلقات، كان أتذكر بمسلسل بايع السموم. بايع السموم دي كانت من تأليف الأستاذ عبد الرزاق جلال توفيق وكمية من الممثلين. أتذكر منهم أمير عبد الله، عوض الصديق، محمود الصباق، يعني كمية من الممثلين. أمك يا رشا ما تجي تشوفني وانا عيان، أصلي ما كنت متوقع منها تصرف بالشكل ده. يا بابا لكن هي ما مشغولة. وخالك قضيته ماشية كيف؟ والله ما ماشية كويس، الشهود ونتيجة المعامل الجنائية كلها ضده. خالك من الأول مشى في السكة الخطر، فأصبحت الدراما شوية منتعشة، بقت من 7 حلقات ل 13 حلقة. 13 حلقة أتذكر إحنا المصريين بدوا ب 13 حلقة ومشوا على كده. احنا بدينا 13 حلقة، كان اول مسلسل في التلفزيون اسمه المال والحب، ده تأليف عمر الحميدي اخراج فاروق سليمان.
بعدين تطورت الحاجات من 13 حلقة ل 15 حلقة. 15 حلقة كانت للخاتم عبد الله، عنده مسلسلين، واحد اسمه العيون والرماد ومسلسل ثاني. الأستاذ فاروق سليمان أحد أهرامات الإخراج الدرامي التلفزيوني بالسودان، وهو علامة فاصلة ومستوى مؤثر في تقديري الخاص. كنت أتمنى أن يستفيد المخرجين الذين أتوا من بعده، وتحديدا الذين تخصصوا في كلية الموسيقى والدراما، والذين أتونا من خارج السودان متخصصين في الإخراج الدرامي التلفزيوني. كنت أتمنى أن يتشربوا هذه التجربة وأن ينطلقوا إلى مسافات أعلى منها. استمرت لأكثر من 17 حلقة، كان بمسلسل اللواء الأبيض، ده كان 27 حلقة، وطبعا ده خاص بثورة 24 تعرفنا عبد الفضيل الماض وكده، يعني مسلسل سياسي. فاروق سليمان بيتميز بأنه صبور، يعني عنده صبر على الشغل. يعني نحن لما شفناه بيخرج عنده صبر، بيتحمل مشقة كبيرة جدا، ودي كانت مهمة جدا في الفترة ديك. ليه؟ لأنه أغلب الممثلين هم ممثلين بتاع المسرح، فمحتاجين عشان تحولهم لممثل بتاع تلفزيون أو بتاع سينما، محتاج تصبر عليهم شوية في أنه المشهد تعيده عشرات المرات عشان أنت تصل للي أنت دايره. الشاهد والضحية ده كان قصة بتاعة أمير الحكيم، قصة كانت مشهورة، يعني كانت هنا كل يوم الصحافة كانت تكتب عنها. فالمسلسل ده أول ما ظهر ابتدت الناس تاني تتلمى عشان يشوفوا الحاصل شنو بالنسبة لحكاية أمير الحكيم دي. يعني الناس تلقى الشوارع فاضية بيتفرج كلها في المسلسل، تلقى النوادي مليانة بيتفرجوا في المسلسل. فلقت بعد كده أنا اشتغلت مسلسل تاني وراه طوالي اسمه سكة الخطر، ده 20 حلقة، تأليف أمين محمد أحمد. برضو المسلسل ده لأنه شوية شعبي، أو بمعنى صح يمكن له علاقة بالشماشة والبتاع والحياة زي دي. يعني المسلسل ده لقى رواج شديد جدا جدا، ما في السودان بس، لأن الفضائيات بدت أنا من الشاهد والضحية. عملية الفضائيات دي بدت، وكانت أنا بيجيني جوابات من برا بإشادة من الأعمال دي. الشاهد والضحية سكة الخضر بالذات كانت بيجيني جوابات كثيرة من السعودية، يعني كانت الحكاية دي عجبهم جدا جدا جدا. ده كان 20 حلقة. الحديث عن الأستاذ المخرج القامة شيخ المخرجين الأستاذ فاروق سليمان حديث قد يطول ويطول ويطول ويحتاج لساعات. تعاملت معه كممثل مبتدئ فتعلمت منه الكثير، تعاملت معه كممثل قوي يعوده فتعلمت الأكثر. عملت معه في مسلسل سكة الخطر، وهذه يعني أكبر الأعمال اللي شاركت فيها مع الأستاذ فاروق سليمان. لحظة اختياري للعمل إطلاقا ما فكرت في حجم الدور ولا في عدد حلقاته ولا في عدد مشاهده، لكن فكرت طوالي أنه أنا حكون مع الأستاذ فاروق سليمان أقل حاجة 10 يوم.
والحمد لله انها بقت كم وعشرين يوم. دي الايام اللي صور فيها اللوكيشن بتاع الرئيس في المرخيات في مغبرة العربات بسموها ولا المشرحة زي ما تسمى. المهم ده كان اللوكيشن بتاعنا هناك، وكان مغر الرئيس وراقوبته وعرباته وكده. طلب منه أستاذ فاروق، طلب أن إحنا يعني بندرسه لطلابنا في التمثيل ويعرف بالإمبروفايزيشن، معايشة الشخصية. طلب مني البقاء في اللوكيشن 3 يوم قبل العرض. قال لي تمشي تقعد هناك وسط العربات وسط الحديد مع العاملين في الحقل ده عشان ريحتك تبقى من ريحة المكان. أنا بفتكر ده طفرة علمية في الأداء التمثيلي، إنه المخرج يطلب من الممثل معايشة الدور والإقامة في مكان التصوير لمدة 3 يوم والكاميرا ما في، وحياة حرة، أنا أنوم هناك وأقوم وما أمشي أي محل غير إنه أكون موجود في مكان التصوير، وأتعامل مع الأدوات الموجودة من عربات من والعناصر البشرية الموجودة من صناعية وزوار للمكان وطالبي إسبيرات وإلى آخره. حقيقة الناس هناك حست بأنه أنا جاي عشان أشتغل معاهم في الزريبة، لكن ما جاي أمثل دور. يعني اشتغلت مسلسل الذهبايا تأليف، مسلسل الذهبايا تأليف الدكتور علي البدوي المبارك، هو مشترك معه الأستاذ عبد الرزاق جلال توفيق عامل معالجة للحوار في المسلسل، كان من 13 حلقة، بل برضو لقى رواج كويس جدا جدا. حقيقة العمل مع فاروق سليمان بتحس بأنك بتعمل في موسوعة من المعارف، ويتعامل معك بطريقة نقدر نسميها سهل الممتنع، يعني ما بيجبرك في انك يعني تعمل شنو، ولا بيلزمك بانك تعمل شنو، غير يطلب منك طلبات وانت بترى انها يعني سهله جدا عملها، في حين انه قيمتها والعطاء المرتد لها بيكون عالي جدا. زي مثلا الازياء، فاروق سليمان بقول لك يا اخي هو ده زول، هو في الحته دي، وانا حكيت لك عنه في اخلاقه في تعامله في كده في تاريخه، فشوفوا انت بيلبس شنو. انا افتكر ده اسلوب بتاع تعامل مخرج مع ممثل مريح جدا. انت منو والمعاك شنو؟ خليك انت يا انا ما اقدر الفتن الضام ايضا من الاشياء المهمه جدا اللي تعلمتها من استاذي فاروق سليمان مساله الانضباط. انضباط الممثل ليس في المواقيت فحسب، انما في التزامه بالشخصيه. في اي لحظه استاذ فاروق بيصور حس بانه فلتت منك بيوقفك بيقول لك لا انت زدت العيار شويه، او هنا اداك كان ضعيف مفروض ترجع ثاني. من الاشياء اللي تعلمتها منه ايضا انه صاحب بال طويل جدا وما بتنرفز ولا بتضايق. مسلسل سكة الخطر فيه عدد من المشاهد يعني كثيرة جدا، وفي عدد من اللوكيشنز كثيرة، مواقع بتاع التصوير جوا الخرطوم وفي الأحياء وفي بعض المدن في السودان، القضارف، كسر اللبيض، هنا في أم درمان، أماكن تشبهها بأحياء شعبية، أماكن تشبهها بأحياء راقية. يستطيع أن يجعل من المكان لوحة للمشهد اللي هو قاصده. أنا بفتكر طولة باله وسعة صدره وخبرته الطويلة جدا في مجال العمل كانت هي الأساس، لأنه نحن كممثلين ننجح ونقدم دراما حقيقية الناس احترمونا فيها جدا وظلت عالقة في أذهان المتفرجين حتى هذه اللحظة.
أنا اسمي في الشارع الرئيس، في حين إنه أنا اسمي الحقيقي عبد الحكيم الطاهر. عملت مع الأخ المخرج فاروق سليمان في معظم مسلسلاته، ولم يستحضرني يعني منها كثير، ولكن مسلسل الدلالية، مسلسل بيوت من نار، بيوت الرماد، ليلة رهيبة، زائر الليل، مسلسلات كثيرة جدا جدا للأخ فاروق سليمان، يعني كل أعماله تقريبا أنا قمت بالمكياج ليها. وكان فاروق سليمان ذو الفنان، يعني كان ما بيختار أي حاجة ساكت، حتى الممثلين كان بيختارهم ممثلين مناسبين لشخصياته اللي هو بيقوم يعمل بيها. أنا الحقيقة يعني اشتركت في عمل واحد، كان مسلسل اسمه العيون والرماد، اشتغلت فيه دكتور، كان الدكتور بتاعي مايا اللي أنا معينه عشان يدي لي دور ده مايا، وإحنا في الموقع نفسه فاضطريت إن أنا أمثل دور الدكتور بداله. لكن في حاجة معينة، أي عمل أنا عملته في التلفزيون، أي عمل سواء كان تمثيلية أو مسلسل، أنا بظهر فيه على خفيف، ظهر كده بتاع دقيقة أو نص دقيقة، سواء كان في طيارة، في قطر، في عربية، في الشارع، في كده، يعني لازم أظهر حتة صغيرة كده. يعني أنا الحقيقة يعني أخذت الحكاية دي، هي بداها الأستاذ هيتشكوك، كان في أي عمل بيعمله بيظهر في بدايته، والحكاية دي اتأثر بيها الأستاذ حسن الإمام المخرج، حسن الإمام، أنا اشتغلت مع حسن الإمام وكنت متأثر بالأعمال بتاعته ومتأثر بطريقته في الإخراج، فأخذت الحكاية دي من حسن الإمام نفسه. حسن الإمام في أي عمل بتاعه من الأفلام هو بيظهر فيه في أي حتة، فالحكاية دي موجودة ليوم الليلة لحد آخر عمل أنا عملته اللي هو مسلسل الدهباية، أنا ظاهر فيه. لو داير تتحدث عن تاريخ الدراما التلفزيونية في السودان من الستينات لحد التسعينات، حتلقى إنه كل الخطوط فيها تقود لفاروق سليمان. فاروق سليمان لا الزمن استطاع أن يمحو بريق أعماله، ولا الدروس التي استقاها المخرجون من بعده تعاني النفاذ.